ويا حاج عبد ناصر، حاج عبد ناصر يد. يا عمال اهلا شحطوي. يا عمال يا عمال تمام بركه اللي طيب في البيت يا ابوي. قالوا لي بعت لي انت عايز حاجه. ايوه عايزك ضروري يا شحطوي. تفضل تفضل يا شحطوي مكانك. تفضل تفضل. ايه فيه خير خير يا شخدوي؟ ايه فيه شخدوي؟ عاوزه ايه خير؟ في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ لا لا انت الحاجات دي مالكش دعوه بيها، تسالنيش على حاجه. حاضر حاضر تعال 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 تفضل تفضل استريح الاول. تعال ايه فيه؟ في حاجة كده يا شخدوي ولا ايه؟ حوشك ده عم عبد الناصر؟ ايوه حوش. ايوه ما انا بعت لك عشان كده. ايه خيار؟ والله خير ان شاء الله. والله في موضوع لي فترة كده شغال معاي. قلت ما حدش هيدني عليه غير الشيخ دوي. موضوع ايه؟ والله بيني ما بينك باجي انام هنا لحظة القيالة حس ما باجي فجأة مرة واحدة القى ديك كبير كبير يمكن قد الخروف. ديك؟ ايوه ديك. ديك لونه ابيض وديله خضر. الف كده في المكان وحس بعد كده ما لقاهوش. ديك كبير؟ ايوه ديك ابيض كده وديله خضر يا شيخ دول. وبعدين اجي زي كده ساعة اخذني غفوة كده تحت النخلة برضو زي كده حس ما لقى نفسي زي كأني عايم في ميه. مش عارف ايه اللي حاصل دي. حتى برضو ام العيال برضو بشوف الحاجات دي. بتشوف الديك برضو؟ ايوه. فين الديك يا بيختفي؟ وين يا عم عبد الناصر؟ بياجي المكان اللي بيختفي فيه. ايوه هنا بياجي هنا يا شيخ دول حوالين النخل ده. بياجي يلف 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 زي كده وانا كنت نايم على الدكه ابص ما لقاهوش. هنا بيختفي هنا؟ ايوه في المنطقة دي. ما عرفش ايه اللي حاصل دي. تعال يا عم عبد الناصر موضوعك كبير. يا عم عبد الناصر كبير؟ كبير كيا. موضوعك يا عم عبد الناصر في أمانة هنا. أمانة؟ أمانة يا شيخ دوي؟ أمانة يا عم عبد الناصر وديك ده الرصد كمان. حاجة كده يا عم عبد الناصر لو طلعت مش هتغنيك أنت. أنا شفتها كشفت اللي جاي من سوهاج ماشي ولا من أسيوط هيلحق منه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ده خير؟ خير بس ما تعليش صوتك عشان الجيران كارها بعضها والمباحث. وي 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 ده موضوع كبير. ده هتقبض بالأخضر. ايه الأخضر ده؟ الدولار. كمان بالدولار؟ يا هوي حوشك في أثار هنا عم عبد الناصر. أثار؟ ما شاء الله ما شاء الله. يعني من وين الأثار ده خير ده؟ ثواني كده. المنطقة دي اللي فيها الحوش بتاعك أيام الفراعنة يا عم عبد الناصر كانت حضانة أطفال. الحضانة بتاعت الأطفال كانت هنا؟ دي كانت حضانة أطفال المنطقة دي لأنها معبد الكرنك. والحضانة كانوا يجيبوا عيالهم في الحضانة هنا. فإن شاء الله ربنا يكرم. بس الموضوع ده هيكلف يا عم عبد الناصر. هيكلف؟ قريبة يا حجة هنا بايع الجاموسة النهاردة ومعاي حقها. بعتها بكام؟ ب20,000. لا ب20,000 دي ما تكفيش حق الحفران. مين مالك حتكلف ياك الشغلانة دي؟ حتكلف يا عم عبد الناصر بس بإذن الله أنت يعني هتبقى أبو هشيمة بتاع الصعيد لو الحاجة دي طلعت. مش مشكلة يا أبوي أنا كده كده معاي فدان ونص من جدي أرهن. شوف رهن الفدان ونص. أيوه
وان شاء الله كده يعني بكره ولا بعده نشتغل. عارف يا دوب 60 سنتي بس لازم اكون معاك، انا ما يعرفش اطلعها لوحدك عشان الرصد. لا يا ابني، لانه الديك ده لو طلع هيشبك فيك، ما مش هيطلع تاني. لا 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 يا ابوي، انا اقدر اشتغل من غيرك. خلاص توكل على الله، ارهن الفدان ونص وهات لي القرشين عشان نجيب البخور وظبط لي ال20000 بتاعت ال20000 بتاعت الجاموسه برضو. تمام، يعني كله خير وان شاء الله كده باذن الله. لا تعلي. لا حاضر، بس اوعى تجيب سيره لحد يا عم. اقدر اجيب، هو برضو الكلام ده في حد يقدر يتكلم فيه؟ هيتخرب بيتنا وبيت ابونا وهنطلع على له منطره. امال ايه؟ لو ده خير يا حاج. لكن متاكد انه خير كثير جايين يا حاج. يا عم اذا انت باذن الله تعالى يا عم عبد ناصر، ربنا هيكرمك اخر. انت راجل طيب اصلا. لولا ما طيب ما تجيبنيش وتقول لي يطلع. هو لولا ما طيب يطلع لك الديك؟ يعني هغير العربية الكردي؟ ها؟ هغير العربية الكردي؟ يا راجل شحتها من ضلك يا عم عبد ناصر، برضه كر؟ ده انت هتجيب عربية سودا مصفحة بإذن الله بي ام دبليو اكس 2 اكس 3. الله يبارك لك. تفضل. روح الله يبارك فيك. هستناك يا عم عبد ناصر. على طول على السريع. خذ يا شيخ دوي. قلت تعالى عايزك في موضوع. عايزك في موضوع اقطع خبرك لو حد سمع بيه. لا ما حدش في حاجه كده بالفاسه دي، هتعملها لي 3 4 دقائق وتخفي. خلاص ماشي، عشان هسلكك. خلاص ماشي. تعال. هذا شوي حلو. يا سنة تان. اردم يا سويها كويس بس كده. سوي. يلا تعال اخفي ما شوف وشك تاني. عليكم يا شيخ دوي. ايه عامل يا حاج عبد الناصر؟ رايك؟ ايه الدنيا؟ هاجيت اقوم. الله يبارك فيك. خلصت امورك؟ خلصت اموري الحمد لله. الامانه دي لا تطير منك. لا يا ابوي كيد. انا خلصت هوا. رهنت الفدان ونص وحطيت لك عليه حق الجاموسي. 100 100. تمام؟ هالقرشينات كلهم. وشد حيلك الله يبارك فيك معاي. حاضر. توكل على الله بتاع الحوش بتاعك على ما اجيب المبخره. تمام. واجي اخلص لك امورك في 7 دقائق. يا مسهل يا رب. طالما في فلوس يبقى هيتفك الفقر من المنحوس. ان شاء الله ان شاء الله. برضه هو في لقاها تطلع على اسنانك دي؟ مش هوايل علينا وعلى ابونا؟ هجنان بالناس. كل اللي معاه قرشين يقول لك اطلع لي لقيه، اطلع لي اثار، ناس عايز تغنى هي وقاعده في البيت. طلع يا اخوي بقيتك دي هيطلع لها اثار. ايوه شفتوه. تفضل.
تفضل تفضل. يا تمام الدنيا يا زعبوط يا بعبوط، قل لي ايه يرضيك وهات لي الديك. يا زعبوط يا بعبوط، قل لي ايه يرضيك وهات لي الديك. اللهم سهل يا رب. تفضل. تفضل يا شيخ دوك. تفضل. سامع الطقطقة بتاعت البخور؟ ايوه. درست بيت حرق. فاستك فين يا حاج؟ موجودة. هات لي فاستك كده وتعلي. حاضر. يا مسهل يا رب. ايوه بالراحة. حاضر. حاجتك على 50 سنتي. يا مسهل يا رب. اضرب بالراحة هنا كده. يا مسهل يا رب. اضرب بالراحة هنا. هنا؟ اه بالراحة. بالراحة. اضرب. اضرب. كمان ضرب. اضرب. كمان. بعد التعب راحة. سهل يا رب. بعد التعب راحة. اديني حتة شمال من هنا. حاضر. بعد التعب راحة. يا مسهل. اضرب. 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 ايوه اضرب كمان. اضرب كمان شمال. في حاجة ظهرت؟ لا لسه ما فيش. اضرب. استنى. ايوه ابعد 10 رصد. ابعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. ايش قلت لك؟ ايوه ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ايه دينا يا شيخ دوي؟ دينا يا عم عبد ناصر امانتك اللي قلت لك هيطلعوا. مال انا بايع الجاموسه وراهن فدان ونص على دينا. انا قلت لك قبل ما احفر يا عم عبد ناصر قلت لك دي حضانه، والقرشين اللي اديتهم لي جبنا بيهم البخور يا دوب اتلفيت لك دول من الحضانه. طلعتهم لك من الحضانه دول توأم. هذيل عيال المرحوم سخمت راع توأم. اه طب لي واحد اسود وواحد احمر كيف؟ ما سخمت. سخمت ده كان جده من اثيوبيا، واللي كان متجوزها جدتها من التجمع الخامس، واحد احمر وواحد ابيض واحد اسود. خد يا عم عبد الناصر امانتك، وانا عشان برضو العمليه على كدها مش عايز حاجه برضو. مش مصدقني انت طبعا. عادي امهم معاهم هي وبترضحهم. كمان بترضحهم. خدوها برضو.
ويداي. انت مرزق عم عبد ناصر، دي شهاده التطعيم بتاعتهم. خذوا تطعيم الاسبوع هما، باقي تطعيم الشهرين، دي شهاده التطعيم تروح تطعمهم، وتاخذ معاك كرنيه التامين الصحي الشامل عشان مش هيطعموهم غير لما يكون معاك الكرنيه. حاضر يا ابوي. اوعى تقول لحد يا عم عبد ناصر. لا اقول. اقول كيا. وخذ دي خليها ذكرى معاك. ماشي يا شيخ دول. عشان كده لما تركب كده الملاكي باذن الله وتبني الفله وتخش فلتك تبص فيها تقول ربنا كرمني وداري كده الحاجات دي وربنا يكرمك. ان شاء الله. ان شاء الله يا حاج دول. ولما تبيع ما تنسانيش عايز لي ايفون برو ماكس اكس 6. برضو انساك انساك كيا، دعي لي بس انت. دعي لي بالستر. مش عايز العز يبان عليك قوي عشان الناس برضو بتنبر هيقول لك جاب من وين ودا من وين. بالراحه بالراحه. لا حاضر حاضر. يا مسهل يا رب. ايوه يا باشا. ايوه بعت لك، ايوه الصور دي اللي بعتها لك على الواتس. ايوه ايوه بتاعت الثلاث تماثيل دي والورقه. ها؟ يبقى جبس. جبس كيا. الواحد في 7 جنيه في البازارات. اشوف مين نصب علي. ماشي ماشي. بارك الله فيك. نصب علي. لا روحي غيري حلقك وهاتينا 2 كيلو لحمه ضاني عشان بقالنا شهرين الحله ما غلت، وظبطي نفسك كذا وبطختيها. لا فرقانه لا فرقانه، هاتي اللي انت عايزاه وهاتي لك جلبتين للعيد برضه. طالما في مغفلين في البلد هتلبسي قطيفه مش حتو. ماشي ماشي يلا بسرعه عشان عايز اجي اتغدى. سلام. شخضوي. يا خبر يا كي، رايح وين؟ ها؟ رايح وين كي؟ معي مصلحة عايز اطلعها لناس في حجازة. كمان لسه في تاني بحجازة؟ طيب خذ عيالك دي. ايه ليه؟ خذ بتاعك الجبس دي. ليه ما بعتهاش؟ بعتيها؟ بعتها لواحد تاجر على الواتس، قال لي ده جبس بيتباع الواحد ب7 جنيه. مش حرام عليك يا راجل يا نصاب؟ ازاي وانت حافر بنفسك ومطلعهم؟ مطلع ايه؟ مطلع شوية عائلها. شوية عيال صغيرة، هعمل ايه بيهم ديل؟ حربيهم؟ انا عيالي كرههم. خذوا مني على فلوس الله يحن عليك. فيش فلوس يا ابوي. كيف ما فيش فلوس؟ انا قلت لك وانت حافر خذ انا طلعت لك وديتك امانتك، حد بدلها لك دي مش شغلانتي عاد. بدلها لي؟ بدلها لي كيف؟ كيف الكلام ده بتاعك يا شيخ دويك؟ ده نصب يا اخو، خراب بيوت. لا ما فيش خراب بيوت. ده الفدان ونص رهنتو، ده العربية كرشة حتى يا راجل، عشان كنت قلت حتركب بي ام دبليو. انت وشك وش بي ام دبليو؟ يا باشا انا طلعت لك حاجتك قدامك وبخرت لك والفلوس اشتريت بها بخور. عايز تشتكيني؟ ادي رئيس مباحث نيبة، روح قول له يا باشا الضوي نصب علي في اسعار. اشتكي؟ اشتكي مين؟ لا 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 ده فيهاش شكاوان دي. وقع علي بدل ما اغزك في عينيك. لا بقول لك نصب علي، اديني شوية عيني، نصب علي يا نصاب.